طبعا بدأت الموضوع والريسيرش بتاعي بدأ في 2013. بدأت ان انا اعمل ديفايسز او فصل الرطوبة العادية، وبعدين طورت للاي اي بحيث ان انا اضيف المينرالز او الاملاح المعدنية. حلمي ان انا اقدر ان انا اوفر روبوت سي دي او روبوت زي إيلو تكون موجوده في المستقبل على المريخ وتتبناها وكالات الفضاء، بحيث ان انا اقدر ان انا اوفر المياه الصالحه للشرب لكل فرد.